الجزائر تستعد لقطع الكهرباء عن المغرب. الجزائر بغات تقطع الضوء على المغرب. هذه واحد الخزعبيلة او واحد الكذبة كيروجوا هالكراغيلة باش انهم يستفزوا ولا انهم يطلعوها بالمغرب. بغاتنا يهديكم ربي يا بني كرغل، وجيتوا حتى المغاربة اللي كيطلعوها بكم باغين تطلعوها بهم بكذبة. دابا حنا واقفين على الضو، كون كان بيدكم الضو كون قطعتوه شحال هذه. نتوما السماو وصديتوها علينا، ما كرهتوش تقطعوا لنا حتى الاكسجين. كون كان الضو بيدكم شحال هذه فريتوها معنا، قطعتوا لنا الضو وصيفطوا لنا شي غازات باش اننا نايديكم ربي. اقسموا بالله الا نتوما من جيتنا الى لا حياه لمن تنادي. اجيو نشوفوا هذا الفيديو الاخوان على بركه الله. اول فيديو منا هو العقوبات كيفاه راح تتوالى على مملكه بوسبير من الاخير الكهرباء وبعدها طرد النوار، يعني تجي بالتوالي وبالتدريج. هذيك قصه واحده اخرى وعندها وقت واحد اخر. الطرد يا اخي راه ما فيها حتى تمسخير، الطرد لازم يكون يا والطرد ما فيهاش نقاش، خلاص ما فيهاش نقاش. القطع الكهرباء ما فيهاش نقاش، هذه خويا ما بقيناش نهضروا عليهم، هذو لازم نهضروا على حاجه جديده فيك بركه. ونزيد لك يا اخي الله فيك خويا يعطيك الصحه، هما ما فيهمش الخير، اقسم بالله العظيم الا من رحم ربي. اللي بلي بار تاع المرار كان ما فيهمش الخير. اسمع انت بالمغرفه فمه هو بفرشي طال عينك، هكذا مخدومين خوانا من بكري. معليش معليش، ولكن راهم يخلصوا، ما تخافش يا اخي راهم يخلصوا حبه. اقسم بربي العزة نعطيها لك مدركه، زيد لهم واحد العامين، عامين بركة فبليس عامين تنهار المرور. هذا لا قدروا يكملوا عامين، لا قدروا يكملوا بعضهم الا قدروا يكملوا عامين. بداو بداو اذا كملوا، بارك الله فيكم. نيوليو ياكلوا في بعضهم يا اخي، والسلام عليكم وربي يقدرنا عليهم. بارك الله فيك. وزيد لي كلمه برك، كلمه برك خويا، كلمه واحده برك، زيد لي كلمه برك. معليش. وربي ان شاء الله عميتهم بون، ربي ان شاء الله يوفقوا، وربي ان شاء الله يقدروا، وربي ان شاء الله يقدروا على زوج دول. راه حاكم زوج دول، اول رئيس في العالم يحكم زوج دول، يحكم المغرب المروك، يحكم المروك ويحكم الجزائر. ربي ان شاء الله يقدروا. والسلام عليكم. اسمع اخويا. وعليكم السلام. بارك الله فيك. احنا شوف يا اخي، الجزائر راه ماشي في الطريق والعقوبات راه متواليه، والمروكي راه يعض في اصابع الندم اسبوع، ولكن احنا ما نعطيهمش كل شيء ضربه واحده. كل مره تنسيهم في اللي قبلها، كل واحده تنسيهم في اللي قبلها وهي ماشي. بارك الله فيك خويا، ومرحبا بك، مرحبا بك في اي وقت. شفتوا كيفاش اللايف دابا مطلعينه غير على موضوع على المغرب، وكيفاش اننا نضروا المغرب، وكيفاش كنت كنتمنى ان يطلعوا موضوع كيفاش اننا نزيدوا لقدام، كيفاش اننا نستافدوا من الثروات ديالنا، كيفاش اننا الطوابير ما يبقاوش عندنا، كيفاش ان المواطن الجزائري يكون عايش بحال الاماراتي بحال القطري بحال السعودي، ان عندنا البترول عندنا الغاز، لكن المواضيع ديالهم هي كيفاش اننا نضروا المغرب، كيفاش اننا نقطعوا الكهرباء على المغرب. قال لي هذاك حنا بالمغرفه لفمهم هما بالفرشه. فين عمركم المغرفه ديالكم وصلتنا؟ اش من المغرفه اللي كتعطيونا؟ هي تقسموا لنا بلادنا؟ هذيك هي المغرفه؟ المغرفه هي ان شعلت فيكم العافيه المروك اللي شعلها، وتجيبوا الطائرات نقول لكم الطائرات باش تطفيوها، كتقولوا لنا ما نطفيوهاش. جا الجراد المروك اللي جاب لنا الجراد، الجفاف سببنا المروك، القجع القجع بالليل وبالنهار، بوريطة بالليل وبالنهار، المغرب بالليل وبالنهار. يعني شكون حاجه اللي درتوها معنا زوينه؟ كراغيله كيبقاو كراغيله. الاخر كيقول لي هي قال لي دوك يشوفوا، قال لي دوك ياكلوا بعضيات، ويعطيهم عامين. حنا ما نعطيكمش عامين. اليوم في هذه اللحظه كاينين طوابير عندكم، الجوع الناس ما لقاو ما ياكلوا. ما نعطيكش انا عامين دابا حاليا. ندوزوا لفيديو اخر. بيت مثلا الجزائر بالهولندية الخرايا بالهولندية كيفاش؟ عالخراية. كيفاش عالخراية؟ عالخراية. لا بالهولندية، لا سيريزمون. الهولندية عالخراية. واش منينشك؟ والله العظيم. هانية زعما عادية ما كاينش فيها مشكل. عادية. دابا جزائري لو بغيت نقول لك أنا جزائري، غيقول أنا جاي أنا من الجزائر، كيقول إيكوم أوت عالخراية. وكيقولوها هكذا، كيقولوها عادي. لا هما ما كيقولوش بعض، بس كيقول ايكوم اوت الجيريا، كيقلبوها انجلش.
نعم الجزائرية بوحدها والهولندية بوحدها. لا بالهولندية آخر رئيس. يلا اسم على مسمى. لا والله ما كنت تحكي رضوان بالله. كنت تحكي ولا كنت تفلي؟ والله ما كنت تفلى. روح بالنيجا. ميت مثلا الجزائر بالهولندية؟ آخر رئيس. كيفاش؟ والله إلا عبروا عليهم بالهولندية، هذيك هي السمية الحقيقية ديالهم. بلا ما نعاود، المهم راه هذاك الشيء اللي كيعرفوا يديروا. وما كاينش فين يديروا في الجزائر يا اخو، ما كاينش فين يديروا. كاين فين يديروا، دوزوا الفيديو اخر. يلا ها انت عاد هضرنا على سميتهم الحلوه ديالهم، حلويات الجزائر في المناسبات. مناسبات شو على حلويات عندهم؟ شو العلل؟ وعندهم حلويات بحال هذه وما بغيتيش تسموهم الهولنديين بهذيك السميه. سموالهم صافي، هادشي اللي كيعرفوا يديروا مساكن، كيعرفوا حتى وما عندهم حتى فين يديروا. لا حول ولا قوه الا بالله. ندوزوا الفيديو اخر. المرجان فخر الجزائر وتبهر العالم. في وقت نجد أن جارتنا الغربية تفتخر بأنها وصلت ل 15 مليار دولار من الصادرات في قطاع السيارات، متجاوزة الصين في السوق الأوروبية اللي راهي في 13.6 مليار دولار. احنا في الجزائر الجديدة رغم أن الجيران ما عندهمش يعني الريع تاع البترول والغاز، احنا رغم ما نتوفر عليه اليوم، الحدث الوحيد في الجزائر هو أنه كريمة السكري، أنا نسميها كريمة السكري، كريمة مرض السكري. البلد هذا اللي وصل فيه مرضى السكري 4 مليون مريض، يعني طاعون يعني في البلد هذا المرض هذا، دون أنه تحرك السلطات لمحاولة إيجاد حلول. اليوم صرنا نسطر مرض السكري. على كل حال مش مشكل أنه مثلا هذه الكريمة، هذه المسمات، هذه المرجان اللي صراحة القيمة الغذائية لما تشوف منعدمة مثلها مثل بقية الماركات نيوتيلا وغيرها من الأمور. على فكرة قال لك بأنه شركة نيوتيلا حكمها الرعب من هذه الكريمة. مساكن ما عمرهم ما صوبوا حتى شي حاجه. وهذه الكريمه كيفاش صوبوها؟ قالوا لك هما غير خلطوا، راه ما صوبوا والو، جابوا الزبده زدوا له شويه الشوكولات، زدوا له شويه ديال هذا وخلطوها وداروا خليط منتج. دابا راه اوروبا يمكن سمعت انها منعتها، بقات فيها شي مواد مسرطنه وكذا، قالت لهم حبس لي هذا الزمر. من جات الخيريه باينه، عرفنا الخيره غادي يصيفطوا لنا غير بحال هكا. يعني رانا نتكلموا على بضعه الاف من القنينات بيعت في فرنسا، لكن انك تجعل من انك انه بلد وصل به الحال اليوم انه مصدر الفخر الوحيد تاعو هو كريمه تاع السكري، هذه اشكاليه كبرى. هذه تعطيك صوره على الخيريه كما قالوا الهولنديين الخرايه اللي كيقول لهم شو الاسباني كيقول لك الخيريه، الهولنديين الخرايه، الهولنديين بركون عرفوني تاش كيديروا الناس. صافي سالت الحفله. المرجان نزل فيديو اخر. يا الرئيس يا البلاط يا واحد البلعوط، الجزائر الجديدة تعني النا في الجزائر. ها الناس مازالت تبات في السنقة، الناس هي تبات برا. هاي اللي الشاب دابا وين تبات؟ الله اللي تربحك، الله يتربحكم كامل، جميع مسؤول. هاي الجزائر الجديدة، ها الناس وين تبات؟ ها اللي يجي يشوف يجي هاي في المدينة الجديدة، هاي اللي جاني وين تبات؟ الله اللي تربحك يا الدولة البلعوطة، الدولة البلعوطة هذه. قال له عندي خطة، قال له هي حالة، قال له عندي خطة، من أنا حل بكمش الخطة كيف كديروا لي كونتر خطة، خطة كان النكينا خسر الهدراء. الله لا تربحكم، الله لا تربحكم، واحد واحد جود. إذا في المدينة جديدة في وارن بارتاج دي بلا ما نبارطاجيو، الناس راه عارفوا واش كاين، الناس عارفينكم واش كتسوا وعارفين. دوزوا الفيديو اخر. مصر هما البوابتين اللي باش يكونوا باعتبار عده اعتبارات. الاعتبار الاولاني انه الامن اللي صاير في تونس، الموقع الاستراتيجي اللي عندنا، ايضا الانفتاح تونس على الصين باعتبار انه فما دول لليوم ما عندهمش سياده القرار كيف المغرب. المغرب نعرفوا كل انه ارتباطاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الاتحاد الأوروبي
منع انه تعمل شراكات استراتيجيه اللي عندها المضادات خاطر شنو يقولوا عندهم سيده يعني عندهم اتفاقيات نتاع شراكه مميزه او الشريك الاوحد ولا فما دي كونفنسيون اليوم تونس تقول لك احنا مع تعدد خلينا نحكيوا الشراكات راهو فما تاثيرات خارجيه تصير على الدول والمنح الاقتصادي نتاعها يكون من تاثيراتها القوى هذه راهو اليوم كي نحكيوا على الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده نعرفوا الناس كل انه عندها تاثير على بعض الدول ونعرفوا انه عندها يد في الاقتصاد حتى حمايه لشركاتها في المغرب حمايه لشركاتها تمنع الصين يسولك انت انا هدرت معك لا جاوبتك لا بيني وبينك شي حاجه لا تعرفني لا وما عرفتش علاش كيعطوا بالامثله بالمغرب وكذا وسكت هضر على تونس بقى كتهضر على تونس زعما علاش المغرب كتجيب المغرب والمغرب لا ما احنا ماشي بحال المغرب معقدهم المغرب نوض غسير في حالك انت اك واحد الجريمه تاع تي دوز بعد الكلاش اس اي جي ار لا حول ولا قوه الا بالله دوزوا الفيديو اخر مصر هما البواتين اللي قلنا واش شفتناك دوزوا الفيديو اخر السلام عليكم كي قلت لكم البلاد راهي طايحه سكتة قلبيه ما تجيش تقنعني بالدين وتقول لي الصبر ومن هنا وما على باليش وشي وما تشوف ما تجيش تقنعني في امور هي تضر فيا من الاخر البلاد راحت للهويه راحت للهويه ما بقات لا سكات ما بقات لا خوف ديجا تقول لي نخاف من الحبس ولا مش احنا فاشلين احنا فاشلين احنا في جنه عين حيليك غادي مارغريت تخدم مارغريت تشقى مارغريت تدعم ما تقدر تاكل كي الناس ما تقدر تشوف تحوس كي الناس ما تقدر تشري واش تبغي نتا كي الناس ما تقدر تداوي كي الناس لازم كلش بالرخص والبخس وبالعياط هذا مش حبس كاين ولايات لهنا في بلادنا مازلت ما رحت لهمش ومازلت ما شفتهمش تقول لي درك انت الحد اه يا راجل فك عليك بلغ السيد الزوبه من الاخر ما بقاتش تقول لي لا تقلق كيفاه لا نقلق كيفاه لا نقلق اخوان هذا الشبيه ديال 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 طهاري طهاري اللي كينتقد النظام الجزائري الشبيه ديالو وتا هو خلى اللحيه ونفس السنان نفس العينين خصو يبدا يطرطق عيني يخرج عيني مزيان نفس كل شيء في الاول جا كيقول لي انا الاخ ديالك يا طاهر مطلعها زعما كيضحك لي انا الاخ ديالك طاهر وكان هذا مع النظام كيقول لي رجع لبلادك خير لك بلادك يا اخو رجع لهنا وعلاش تمشي لبرا وحنا بغيناك ورجع وكذا وجي لهنا وبلادك خير لك وكذا يعني كيدافع على النظام الجزائري دابا عاد عارف الحقيقه شوف كيفاش نقلب حيت حس بالله راه الطهاري ديال خارج الجزائر هو اللي على حق. السلام عليكم كي قلت لكم البلاد راهي طايحه سكته قلبيه ما تجيش تقنعني بالدين وتقول لي الصبر ومن هنا وما على باليش وشي وما تشوف ما تجيش تقنعني في امور هي تضر فيا من الاخر البلاد راحت للهويه راحت للهويه ما بقات لا سكات ما بقات لا خوف ديجا تقول لي نخاف من الحبس ولا مش احنا فاشلين احنا فاشلين احنا في جنه عين حيليك غادي مارغريت تخدم مارغريت تشقى مارغريت تدعم ما تقدر تاكل كي الناس ما تقدر تشوف تحوس كي الناس ما تقدر تشري واش تبغي نتا كي الناس ما تقدر تداوي كي الناس لازم كلش بالرخص والبخس وبالعياط هذا حبس 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 ما تقدر تداوي كي الناس هذوك اللي كيقولك حنا يعني مستشفيات باطل الدواء باطل فين هو المستشفيات باش يكون باطل بعدا شفنا المستشفيات ديالكم كيضر فيهم سراق الزيت والخنز مش يحبس كاين ولايات لهنا في بلادنا مازلت ما رحت لهمش ومازلت ما شفتهمش تقول لي درك انت الحد اه يا راجل فك عليك بلغ السيد الزوبه من الاخر مابقاش تقول لي لا تقلق مابقاش يا اخو مابقاش يا اخو دوزوا الفيديو اخر دوزوا الفيديو اخر الاخوان المغرب حسن من الجزائر انتما المغرب هايلين الله يبارك ترحبوا بينا انا جزائري شريكي ومدابية شريكي يكون عندي ناسيوناليتي ماروكا هذاك الملك تاعهم شوفوا بلادهم كيفاش ردها وعلى حنايا ماشي كيما هكا لازم راك تكون فخور وتقول عاش الملك جزائري اللي قال لك وانا كي نقول لكم تحيه المغاربه باسكو المغاربه رجال عليكم ماكم فاهمين يعني المغرب هرب علينا حقا واحد يعترف يقول الصح المغرب هرب المغرب يضلوا تسبوا فيها هربين عليكم بعشرين سنة تكذب على روحك غدوة المغرب يعطيني الجنسية المغربية نحطها على راسي ايه اقسم لك بالله العلي العظيم تحسب روحك راك في لوس انجلوس المغرب يسير يعني في صمت ساكت ويخدم في البلاد سمعت اما حنايا في الجزائر
راني رحت المغرب يا خوتي، راسي يحبس، راسك يحبس. بلي المغرب هرب علينا بزاف. مروك عايشين خير منكم يا ربكم، عايشين خير منكم. انا جامي شفت مروك يدير صفق على الحليب. شفت الناس على هنا في المغرب يقولوا عاش الملك، باسكو الملك نتاعهم انا محمد السادس ربي نصره، شوفوا واش داير الشعب فهمت، وما يخرجوش يقولوا احنا قوه واحنا قوه واحنا قوه غير بالسكات يعني الله يبارك. اما احنا في الجزائر، المغرب احسن من الجزائر. انتوما المغرب هايلين. شهاده من الجزائريين، شهاده من الجزائريين. واش كيقولوا هذا من الجزائريين واش كيقولوا علينا؟ اخوان وصلنا لاخر هذا الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغله، ديما مغرب من طنجة الكويره. السلام عليكم.